مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني شوي تفاجئنا انه لقيت حالي فجاه انا على التليفون وبشتغل وحالي بفكر مع سامي من اخر الدنيا. انا بالي بعالم اخر كان. على كل حال اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بهار ونار. اكيد اليوم رح يكون معنا وصفات كثير غريبه مميزه. انا هيك اخذت شويه اسرار من الشيف اللي هي رح تحكي لنا اياهم هلا. بدي ارجع اذكركم انه احنا رح يكون معاكم عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال. احضرونا عشان تطبقوا معنا كل الوصفات اللي رح نعملها اليوم. كيف حالك يا شيف؟ انا الحمد لله الف نعمه وفضل ورضا. الحمد لله هذا اهم شيء. بتعرفي حدا اسمه رضا؟ شو الكيكه هاي الحلوه؟ لا ما بعرف حدا اسمه رضا. ليه ما بتعرفي حدا اسمه رضا؟ مع انه حلو والله الاسم. نياله بيكون دائما راضي، دائما راضي ومبسوط. طيب اسمع، احنا قبل ما نبلش بالكيكه اللي بدنا نحكي عنها شوي، هي اسهل كيكه في الكره الارضيه الباونتي كيك، بس بطريقه مبسطه جدا. مش رح تاخذ معكم اكثر من ربع ساعه تحضير. حلو. الا اذا جبنا يعني الكيكه جاهزه او حطينا طبقه بسكوت ما بدها وقت نهائيا. تمام. اليوم رح نعمل هيك افكار لطيفه وحديثه نوعا ما. بدنا نعمل فاصوليا بالبرغل. انا هي استغربت كثير فاصوليا بزيت. انا بس هون عم بساوي الفاصوليا البلديه اللي احنا متعودين عليها العريضه. انا بس لاني حطيت عشان تاخذ وقتها بالسوا. شايفين هاي الفاصوليا؟ اوكي. رح نطبخها مع برغل. حلو. اول شيء رح تنعمل عادي بالزيت، هي طبعا طبق لبناني متعارف عليه اللي هو فاصوليا بزيت بالبرغل. اوكي. بنطبخه كلياتهم مع بعض، طعمها كثير زاكي وفكره جديده عن يا فاصوليا يخنه يا فاصوليا بالزيت. هيك احنا بنطبخ الفاصوليا. فيش خيار ثالث. تمام. رح نعمل دجاج التيكا المشوي مع البطاطا بطريقه كثير حلوه، ورح نعمل خبز تيكا من الخبز الجاهز. حلو. برضه بالصوص كثير سهل، رح يتبل ورح نعمل الصوص على النار بطريقه شوي مختلفه عن ايش احنا متعودين. وصفه تعلمتها لما كنت بسريلانكا كثير زاكيه. اما كيكتنا الاخيره المهمه، هاي كثير مهمه الوصفه، صحن جديد بجنن. انا بحط لكم من وين جبت هذا الصحن. اسمعي، جبت كثير صحون حلوه بتجنن. بحط لكم من وين جبت هذا الصحن. بس هاي الكيكه اللي انتم شايفينها هيك باونتي كيك، طريقه تحضيرها كثير بسيطه كثير سهله ما بتاخذ وقت، ومكونات ردي وطعمها كثير زاكي. طبقه جوز الهند هاي انا هاي المره شوي عشان تخفف الكلفه عليكم عملتها بطريقه برضه مبسطه. حلو. فبرضه رح نعملها اليوم بالحلقه فقط. يا سلام، هاي وصفاتنا لليوم. يعني شوفي انا بعد كذا يوم بلا اكل كنت شوي مريضه وهيك. بتسلمي بتحكي لي مع انه اكلنا سوا هون، قلنا بس من كثر ما نمينا برايك. اظن ممكن النوم له دور يكون. والله كل شيء ما بتعرف. كل شيء جايز. الخطايا. لا بمزح يعني. لا بس اظن اليوم رجعت انفتحت نفسي على الاكل بعد الاشياء اللي حكيتيها. طب امبارح بالعرس اكلتي؟ اكلت على الخفيف يعني. امبارح الصبح كنت عم ببلش اصير احسن، قدرت ارجع اكل شوي. انا ودينا عندنا مبدا بنحرم حالنا من كل شيء الا الاكل. الا الاكل يعني. ضليت انه قاعده وانا تعبانه ومريضه، بس لا أكل لازم أكل عادية. بتعرفي دينا احنا كنا نحكي بموضوع الانتقام انا وياكي، مين بنتقم وهيك، بس هلا اجى على بالي. بس تزعلي بتحرمي حالك من الاكل ولا لا؟ انا برضه سؤال لطيف يعني اسالهم اياه. انا بالعكس على فكره، بس ازعل تاكلي اكثر بدل حالي، بحس حالي انه لازم ادلل حالي بشيء ثاني فباكل اكثر. يعني انا لما انه يزيد وزني اعرف انه انا زعلانه او مكتئبه. بالعكسي. امبارح اسمعي مره لازم احكي لك شغله. امبارح انا عامله باونتي كيك بس بالطريقه المختلفه عن هاي الطريقه. أوكي. تماما بثاني حلقه طلعت فيها على التلفزيون بالضبط. قبل 4 سنين كانت حتى معنا زميلتنا في بهذاك الوقت، فانا بدي ارجع اشوف الفرق بين هاي وهاي عشان قدي ابسط. أوكي. الامور. اوكي. لقيت حالي هالقد الحجاب هون اسود، والله العظيم لازم انزل، والله لا اعمل سكرين شوت اليوم مش للفيديو بس للقطه ايش لابسه. وزهري كله اسود، طلع حالي بقول حالي في حالي. ليه هيك؟ طبعا كانت على طول بعد وفاه امي بثلاث اشهر يعني. هيك فانه كنت هلا هلا مش كثير نحفانه يعني، انحف من هيك ب2 كيلو بس. بس لاني لابسه اسود يعني مبين عليكي انه كثير. كله كوم ولفه الشال كوم ثاني. ما عجبتك؟ يعني بدي يعني بتتذكريها مروى؟ اسمعي لما شفت الفيديو امبارح بطلع امتى تاريخه بالضبط؟ ب4 سنين يعني. هاي مشكله على فكره الواحد حتى لما بيطلع له على كنت ستايل وقتيها، يمكن وقتها كانت موضة. بتحسي حالك حاطة شوال على راسي. اي ستايل. لازم ارجع ادور اشوف الحلقة. اكتبوا باونتي كيك امتياز جتاوي يوتيوب تطلع لكم. نشوف الحلقة. اوكي انا بس عملتها بطريقة مختلفة، عملتها معقدة والله. بعدين شو كان اعقد الحياة، حاطة سميد وحاطة جوز هند وحاطة كاكاو وحاطة مليون وصفة. شفتي اختي مع الخبرة غير الخبرة، ما تقولي معقد التفاصيل. فما علينا. هاي الطريقة اسهل اكيد. لا هاي الطريقة كثير اسهل. فخلينا نحكي ايش كنت انا بقى ليه حكينا كل القصة. كنا عم نحكي عن ايش نسيت. الانتقام، مين بينتقم اكثر، الرجل او المرأة؟ وقبل الوصفة لا انا حكيت اذا انتم بتزعلوا تاكلوا ولا لا. انت من النوع اللي بس تزعلي ما بتاكلي صح؟ لا نهائيا. لا انا بس اكون نحفانة اعرف انه انا نفسيتي كثير منيحة جد هيك. انا فعليا انه خلص بس انا كيف بتكوني نحفانة بالاكل، بس اكون نحفانة ان انا نفسيتي روحي الله يحسن من نفسيتك يا رب. وصلتنا الاولى ونعمل دجاجة تيكا بالطريقة اللي حضرتها او تعلمتها بسريلانكا يعني.
لا دجاجتك الهندي المشوي رح نحتاج دجاجتين من العز انصاف وبلبن، 3 معالق كبيره صلصه بندوره، 3 معالق كبيره زيت زيتون، 3 معالق كبيره خل، 1 معلقة كبيرة ثوم مهروس، 1 معلقة كبيره زنجبيل، 1 معلقة كبيره ملح من الكسيح، 1 معلقة كبيره بهارات مشكله او غرام مسالة. كمان رح نحتاج 1 معلقة كبيرة فلفل اسود من الكسيح، 1 معلقة صغيرة كركم، 1 معلقة كبيرة بابريكا، و 1 معلقة صغيرة كزبره ناشفه، بطاطا مقليه وخبز التكه المشوي. اكيد رجعنا لكم بعد ما اخذنا اول وصفه. ايه لا ما كان في وقت امبارح، لمينا اليوم صراحه. هلا انا وياها 5 دقائق اللي انت طلعت تنادي علينا وتخبط خبط خبط، كنت انا هلا داخله. انا عيني متاكدك انه كان مشروع ببيع على السياره. اكيد صح، بيعمل شيء مستحيل اموره عاديه، مستحيل شيء له دخل بالصراخ بالصوت العالي. اه والله بنادي وهيك، بس ما عليك، انا كنت هلا داخله على غرفه الميك اب ويعني هلا شايفين بعض، بس كنا ملحقين. طيب نسألهم وقتنا. السؤال اللي هو انت مين بتشوفي بنتقم بعد، خلينا نقول اذا دخلتوا في مشكله بغض النظر زوجك اخوك ابنك زميلك صديقك اي حدا، بتشوف بنتقم؟ يعني في ناس تتجاوز القصه بغض النظر هو مظلوم او ظالم، تتجاوز القصه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل بحياته. وفي ناس والله لا اورجيك، والله لا اربيك، والله اذا ما ورجيتك انت من مين؟ شوفي انا برايي اللي دائما بده ينتقم هو الاكثر تاثرا، يعني هو الشخص اللي اكثر زعلان على العلاقه. اوكي فبد ما بقدر يتجوزها، فبضل يحاول انه ينتقم وبضل يتحركش وبضل بده يفش غله او المشاعر اللي السلبيه اللي بحس فيها. حاله مظلوم، اللي بحس حاله مظلوم او يعني عازز عليه. بس انا عندي راي مختلف، لانه انا بحس انه كليهما ممكن يحس حاله مظلوم بغض النظر مين الظالم. ممكن هو دائما كل شخص بحس حاله هو المظلوم صح، بس اللي متأثر أكثر من خسارة هاي العلاقة هو اللي بينتقم. يعني اللي بيمشي بحياته بسلام خلص بتحسي إنه هو أصلا مش كتير متأثر بالموضوع، هيك برأيي. دائما كلنا مشكلتنا قلبنا الطيب. عشان أعمل الوصفة وأنا قلبي هيك مرتاح ومبسوط يعني عشان شكل الموضوع في نقاش حاد معك. خلينا نروح. هاي التتبيلة شوي مختلفة، بتزبط تعملوها على فخدة، بتزبط تعملوها على جاج، بتزبط تعملوها على سمك، كتير طعمها طيب. هلا هي طلعت الوصفة الهندية الأصلية. أوكي. إنهم بيقلوا هلا بالهند كل البهارات لابد إنها تنقلها عشان تطلع ريحتها وترجع زي كأنها فريش، تعطي نكهة أقوى. أوكي. فأنا مثلا كنت بعمل جاج تيكا وعملت لكم إياه بهاي يعني بالبرنامج قبل، بس بطريقة شوي مختلفة عن رح نعملها. هاي الطريقة هلا السرلانكا كتير متأثرين بالمطبخ الهندي. حلو. وريحة أكلهم دائما حلوة. برضو هيك حلوة بهارات. عن جد بتفحفح قد ما هي حلوة. فاليوم رح نعملها بنفس طريقتهم اللي هي أنا شايفتها الطريقة الأذكى إنه نتبل فيها الجاج الصراحة. أوكي. أول إشي رح نقلي كل بهاراتنا، فمبدئيا رح نبلش بالثوم. ودائما نحكي عن اي شيء هندي بيكون داخل معه زنجبيل دائما. انا حطيت كميه سمنه او زيت زيتون او حتى زيت شعبان اللي بدكم اياه، بس هن طبعا احنا بنحكي برضه هندي بنحكي سمنه. اوكي. من نقليهم شوي لتطلع ريحتهم، مجرد ما تطلع ريحتهم البهارات اللي انا مستخدميتها بالوصفه يا دينا ناعمه. اوكي. هلا قبل ما تطلع ريحتهم احط البهارات، عندي اكيد ملحاتي من الكسيح، انا بستخدم زي ما انتم شايفين ملح جبال الهملاي، حتى اللي بشوفوني بصور بالبيت او بعمل وصفات بالبيت دائما ما بنقطع عندي من البيت الصراحه. صح. عندي فلفل اسود فوق، الثوم والزنجبيل والسمنه. ما سمعت والله يا علي، بس اوكي. سامي ريحه الزنجبيل. اسمعي الريحه بلشت تطلع خرافيه. وعندي هنا بابريكا عشان نعطي لون حلو. اوكي. وعندي يا بهارات جرام مساله، بس انا الصراحه اكتشفت انه مش الكل بيعرف بهارات الجرام المساله اللي هي نفس البهارات المشكله، بس زياده كزبره وزياده كمون. صح. نكهه الكمون بتكون واضحه، فاذا انا ما عندي اياها بحط ايش عليها؟ بهارات مشكله 100%، وبزيد شوي كمون شوي كزبره، وراح احط كركم. تمام. وراح احط صلصه، يعني طلعوا كيف البهارات، بدي ازيد شوي الجرام مسالة لانه احنا بنحكي بهارات هندية دائما بتاخذ كميه بهارات كثير كويسه. بعدين بعد ما شوفوا البهارات بتحسوها انقلت مع كميه سمنه كويسه او كميه زيت كويسه، راح احط صلصه البندوره. اوكي. ومن وين ناخذ هلا النكهه؟ من الخل.
احنا رح نضيف عليها عشان تاخذ الدجاج او اللح. اسمعوا بتزبط لفخذه زي ما قلت لكم، لكتف خروف، تزبط لكل شيء مع اللحم كثير زاكي. يعني اسمعي هلا من هلا الريحه اللي انا شممتها بحكي هذا ريحه اكل هندي او ريحه هيك مليون بالمية. استزيد شويه ملح ورح اخذ، شوفوا بعد ما حطيت صلصه البندوره اخذت من كل البهارات وكل التتبيله اوكي، رح اخذ اكيد من امريكان جورمي زي ما انتم متعودين علي الخل الابيض، لانه الخل الابيض بيعطيش ريحه. انا الفرق بين خل التفاح وخل الابيض الخل الابيض شوي ريحته خفيفه اخف من اخف، عشان هيك انا بحبه شوي بالطبخ اكثر، بس الناس المتعوده على طعمه الخل التفاح اكيد تستخدمه. اوكي حلو. هلا انا امور التتبيله هيك جهزت تمام، شكلها بتشهي التتبيله. خلينا نرجع نعيد التتبيله على السريع عشان تعرفوا ايش قبل ما احط اللبن شو راح اعمل فيها. للتتبيله استخدمت اول شيء كميه سمنه منيحه او كميه زيت زيتون او زيت شعبان كويسه، بعدين حطيت زنجبيل، ثوم، معلقه كبيره من الملح، الفلفل الاسود، بابريكا، بهارات مشكله او بهارات القرم مسالة، زيدوا لها شوي كمون وشوي كزبره، وحطينا عليها شويه كركم تمام. هيك كلياتها حطينا صلصه بندوره، بعدين حطينا معها خل. امتى على النار؟ لانه بده ينضف لها لبن، بس انا حكيت رح نقدمها مع خبز اليوم. اوكي، ويا ريت الصبح لقيت خبز تنور او خبز طابون يعني يكون من نكهاتنا، بس صراحه ما لقيت، فرح نقدمها بالخبز اللبناني العربي العادي. أوكي. بدي اجيب صينيه ستي العزيزه. ايوه، وانت بتناقشينا في الموضوع. وانا بناقشك في الموضوع، خلينا نشوف اذا في جواب على السؤال. طب اسمعي هلا، انت برايك انه مين اكثر متاثر بهاي العلاقات، هو يعني الرجل او المراه؟ انا بحس المراه اظلمك. انا بحس المراه، الرجل لو ما اعترف حتى لو تزوج، مثلا لو فرضنا انهم اتطلقوا لا سمح الله، تحسي انه الرجل بقلبه بيضل شايل لمرته يعني بحبها، بضل مثلا بتذكر ذكريات. بحس المراه بتتجوز اسرع، رغم ان المراه عاطفيه اكثر، بتعبر اكثر. شوفي يعني بتبكي بتحزن، عمل لي زوالي قتلني، بس مجرد ما تجاوزت القصه خلص ترمي الموضوع بردها. انا هيك بحس، ما بعرف. لا لا شوفي، انا صراحه بوافقك برايي بهذا الشيء، يعني يمكن الرجل ما بيعبر كثير بس بضل، وحتى يمكن اول فتره دائما بقول لك، بس اول فتره خصوصا الرجل مش سعيد بزواجه، وبعد الطلاق بيكون كثير سعيد وانه هلا تحرر وصار مبسوط. اعطيه هيك فتره شهر شهرين، ببلش يحس انه لا اللي عملته انا غلط، ببلش يحل العلاقه قبل. على عكس المراه، المراه اولها اكيد بتنهار وبتتدمر عشان تعرف بس. طبعاً يا علي طبعاً أولها إحنا بنتدمر وبنبكي وهيك، بس أظن إحنا بنفرغ بهاي الفترة. مليون بالمية، الرجل ما بيعبر هيك. ما بيعبر مثلنا. المرأة مبلا بتعبر بهاي الطريقة، إنه بتصير بتبكي، بتصير تحكي مع صحباتها وعمل اللي كانت ظالمة أو مظلومة على الجهتين. كل أحوال رح تبكي، هي على الجهتين مظلومة. طيب خلينا نرجع الموضوع هيك لطيف إنه نضل نحكي فيه. بس خلينا نحكي عن إيش بدي أعمل بالتتبيلة هلا. هاي بدي احط فيها الدجاج، خلينا نقيمها لورا. هلا التتبيله بده ينضف لها لبن يا دينا. اوكي، بس انا بدي احمص خبز، فبدي اخذ من التتبيله قبل ما اضيفها على اللبن عشان اضيفها فوق الدجاج. فهمتوا علي؟ حلو. فانا شو حملت؟ انا حطيت دجاج، خلينا اقص الخبز من النص عشان يكون منظره ارتب. يعني رح تحطي الخبز تحطي عليه من التتبيله عشان تحمصيه. التتبيله بديش يكون محطوط عليها اللبن. أوكي. هلا احنا شو عملنا بالتتبيله؟ اخذنا زي ما حكينا الثوم والزنجبيل مع سمنه على النار، ضفنا عليهم البهارات اللي ذكرنا لكم اياها قبل، والملح والفلفل الاسود، بعدين حطيت صلصه البندوره، وحطيت مع صلصه البندوره الخل. اوكي، قلبناهم على النار خلينا نقول دقيقتين، بعدين صارت امور الصلصه جاهزه. انا رفعت الصلصه على النار يا دينا. تمام. ليش؟ الخبز اللي بدي اقدمه مع الدجاج قلنا بدنا نقدمها مع بطاطا احنا وخبز. حلو. هلا اكيد اذا في عندنا خبز اشراك، خبز يعني خبز الصاج بيكون اطيب. بتخيل كل حتى بتخيل بزبط الخبز التاكو حتى. مليون بالمية بيطلع كتير لذيذ، بس احنا عادي بدنا نستخدم الخبز اللبناني كونه دائما عندنا بالبيت. حلو هيك نقدر انه نلاقي بدائل في حال احنا مثلا ما لقينا بالسوق، بالسوبر ماركت القريب علينا الاشي اللي بدنا اياه. انا الست اللي بتكون بدها تطبخ طبخه، والله هذا رايي بقولكم. انا وانا بحضر حالي امبارح، بعدين انا شو كاينه هاي الحلقه كانها ثاني حلقه يا مروه. انا بالضبط كاني انا بحكي مثلا الكاميرا هناك وانا منزله هيك راسي وبحكي وكذا، لسه مستحيه متوتره. مش متوتره، بحكي من لسان الله وكيلك مش ساكته، بس سبحان الله الخبره. بس انا بعمل وصفه الباونتي مثلا الثانيه، مش هاي اللي عم بعملكم اياها اليوم، بقول الحياه كثير ابسط.
رغم اني يعني انا قايله للناس بدائل وقايله للناس كذا، بس بقول الحياه ابسط، عن جد ابسط. ما هي اسمعي والله هاي الاشياء حياه مليانه فواصل. طيب علي، انا بس هلا قبل الفاصل بس بدي اقول لهم، انا دهنت الخبز، شايفين بهاي التتبيله ما بتصدقوا الخبز شو رح يكون. طيب تقدروا تعملوها لاي نوع مشاوي انتم بتحبوه، مش فقط لانه الدجاج اللي عم بشويه بهاي الطريقه اليوم. تمام، انا هلا بدي اعطي هاي المهمه لدينا. اوكي بدنا ناخذ لك معلقتين ثلاثه بصحن صغير. بقيه التتبيله شو رح اعمل فيها؟ بقيه التتبيله بدي احط عليها لبن من نص كوب لكوب، لازم تكون كميته فيها البركه. ليش؟ لانه انا اخني احط لك مع شوي، لانه الدجاج ما رح يتغطى. الدجاج يفضل اشويه على فحم. يا انا هلا بدي اورجيكم اللي انا حطيته بالفرن، حاطه تحتيه يا شبك يا عدان خشب، عشان المي اللي بتنزل من الدجاج بديش اياها ترجع على الدجاج. اوكي تمام، بدي الدجاج يطلع مشوي زي كانه بالمشوي عندنا على الفحم. حلو، سريعا يا علي، وبحكي فاصل قبل الفاصل يا علي، لانه شغله كثير بسيطه. رح اخذ التتبيله هيها اللي عملتها على النار. اوكي، قلت لكم بدكم اياها على صدر دجاج، بدكم اياها على دجاج مفروم، على كباب، تتبيله كثير زاكيه. رح اضيف لها اللبن، بس اضيف اللبن ما في داعي اضيف ولا نوع بهار ولا اشي، لانه خلص هي ماخذه كميه البهارات المناسبه وكميه الملح المناسب. اوكي، عندي الدجاج هنا يا فروج، يا دجاج مقطع انصاص، يا دجاج مقطع ارباع، يا صدر دجاج، يا شيش طاووق، يا حتى العز عندهم دجاج التكا اللي بيكون مقطع كبير شوي من صدر الدجاج. برضه بصير افخاد. كل الخيارات اللي عم بعطيكم اياها موجوده عند العز، مقطعه جاهزه، مغلفه، معقمه، جاهزه فقط انكم تستخدموها، وكله بالضبط مع هاي الوصفه. وكل الانواع اللي انا حكيت لكم اياها، كيف اسرتك بتحب الصدر لحال، بتحب مثلا، انا مثلا عامله النص الدجاجه. اوكي تمام. وعامله مثلا هون الاربعه، لانه عندي خيارات بتجنن انا من العز من الدجاج. زي ما قلنا لكم دائما وابدا، العز 145 فرع حول المملكه، وان شاء الله يعني بتقدروا تطلبوه عن طريق الابلكيشن لمده يعني خلال نص ساعه بكون عندكم. اوكي حلو. يوم الاثنين ان شاء الله بدنا نعمل وصفات شوي لطيفه وغريبه يا علي. هدول اللي رح نعملهم وصفات جديده اخذتها برضه من تركيا بطريقه كثير حلوه، بس رح نستخدم فيها الدجاج المفروم زي كانه كفته. اوكي تمام. شوفوا تنقعوا، شايفين كميه التتبيله؟ لما نروح ناكل بالمطاعم مثلا دجاج التكا اللي هو مشهور كثير كثير كثير، خلينا نقول بالمنقل، أوكي. ما بتبل لك الدجاج هلا وبعطيك اياه وبشوي لك اياه، هو بس بشوي بيكون الدجاج لابد انه متبل وشارب كل النكهات قبل اقلها يوم ليله يعني. اوكي، طلعوا التتبيله ما احلاها. اوكي، بعد الفاصل رح اورجيكم كيف لازم نشوي، لانه هاي المره طريقه شوي شوي مختلفه. اوكي تمام، فاصل. رجعنا لكم لحتى نكمل وصفاتنا اليوم اللي بتشهي، يعني اظن صرتوا شايفين منظر الدجاج اللي طلع من الفرن اللي لسه رح يفوت على الفرن كمان، الاثنين منظرهم احلى من بعض صراحه، والروائح معبيه المطبخ بطريقه مليون بالمية. اسمعوا زاكي، وحلو نغير عن ايش احنا متعودين ناكل، حلو نغير عن الكبسه والمقلوبه. لسه اليوم كنت بحكي لدينا اصعب شيء انك تفكري شو تطبخي. صح، بس تبلشي بالطبخه، طبخه اسهل شيء خلاص حقيقي. بس هو الاصعب انك تفكري، فانا دائما 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 مع انه العيله تجرب اشياء جديده. ما تعودوا اولادكم ملوخيه، كبسه، مقلوبه. صح، دائما كل ما يقابلني حدا والله العظيم دائما امي بضلها تحضرك بالاخر تطبخ مقلوبه. امي بضلها تحضرك بالاخر ما بشوفش شيء. امي بضلها تحضرك. فاهم شيء انك تعرفي شو تطبخي، بعد هيك الموضوع كثير سهل. تمام. صح. الدجاج هذا كيف راح ينطبخ؟ اول شيء انتم شايفين انا حطيت ورق الزبده تحته عشان صينيتي تضلها نظيفه. انا مع ورق الزبده دائما وابدا بريحك من التوسيخ ومن الجلي، واكيد أوكي. كالعاده انا بجيب كل شيء من فيوتشر، مش بس ورق الزبده، والقصدير وورق النايلون، وكمان كل شيء ديسبوزبل تستخدموه من قصدير، كرتون، بلاستيك، اكيد فيوتشر شركه اردنيه، منتجاتهم موجوده في كل مكان بالاردن، وعندهم فرع اكيد موجود بالمقابلين. للناس اللي عامله مشاريع كثير بحب انكم تروحوا على فرعهم الموجود بالمقابلين، بس اكتبوا فيوتشر بيطلع لكم العنوان. ما بتصدقوا قد ايه في خيارات تساعدك لحتى تعملي مشروعك بطريقه كثير حلوه. تمام. فانا حطيت ورق زبده. بعدين اذا كان عندي انا اللي هي الشوايه بنقولها احنا، صح، اللي هي الحديد، مش بنقولها الشوايه، بنحطه بالشوايه، بنحطه فوق الصينيه.
نفترض انا مثلا زي حالاتي اليوم بالبرنامج ما عندي شوايه، حطيت عيدان الخشب حلو شايفين ورفعتهم. ليه؟ لانه انا بدي اياه يستوي من غير السوائل، لا تخافوا هذا صلوا بالفرن بالضبط ساعه ونص على حراره 180 على الشبك اللي بالنص 180، النار شاعله من تحت شبكه ونص، هي الخشبات لا صار لهم شيء ولا انحرقوا ولا الدجاج انحرق، هي بيضل اموره تمام. حلو، بس بنسحب الخشبات وبنقدمه. اتفقنا؟ اتفقنا. فهلا بدنا ندخله على الفرن على حراره 180 على الشبكه اللي بالنص لمده ساعه وربع على ساعه 20 دقيقه. بعد هيك بس من حمره هو اصلا راح يكون ماخذ لون حلو لانه مش مغطى، بس اذا انت حسيتي بيحتاج كمان شويه لون شعل النار من فوق. حلو. اتفقنا؟ بس هي اصلا اظن الصوص اللي حطيناها لحالها بتعطي لون مليون بالميه بتعطي لون حلو ما بيحتاج، بس يعني اذا هن حابين لون اكثر من هيك. او طبعا اذا بدكم تشوه على الفحم بجنن، اذا حطيتوه بكل التفاصيل كمان حلو. حلو. انا قيمه الدجاج، شوفي الحلو عند العز انه بتقدروا تعملوا وصفات. هاي انا مثلا حطيتها هاي الدجاجه نص الدجاجه اوكي، عشان هون بيراعوا كمان قصه الاسره الصغيره، يا باخذ نص دجاجه زي هيك، يا باخذ مثلا دجاجه مقطعه قطعتين زي هيك، يا باخذ اربعه مقطعه. تفاصيل الدجاج عند العز حلوه، والاهم انه ما بزنخ الدجاج. اذا بزنخ مشكله بالاكل طبعاً. ما بتحبيه؟ لا ابدا، يعني هاي يمكن من اهم الاشياء انه لما بتاكلي الدجاج شو ما كانت نكهته او الصوص اللي عليه اذا ما في زنخه اموره تمام. طيب دينا، انا حمرت الخبزات كمان بس شعلت عليهم الشوايه من فوق عشان تاكلوا الخبز برضو اللي بتاخذوه بالمطاعم اللي بتكون عامله دجاج تيكا. نروح لوصفتنا التالي، وانا عم بقدم الصحن نعمل الفاصوليا بالبرغل. للفاصوليا بالزيت والبرغل رح نحتاج 500 جرام فاصوليا خضراء عريضة، 500 جرام برغل خشن، بصلة مفرومة، معلقة صغيرة ثوم مهروس، معلقتين كبار صلصة بندورة، أربع حبات بندورة معصورة، معلقتين كبار صلصة بندورة، زيت زيتون، معلقة كبيرة ملح من الكسيح. كمان رح نحتاج معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح، معلقة كبيرة بديل مرق دجاج ونعناع ناشف، ولوز للتزيين. أخذنا وصفتنا الثانية الغريبة شوي، أنا بالنسبة لي ما بعرف إذا في حدا بيعرفها، بس حلو إنه نجرب الفاصوليا بأكثر من طريقة بما إنه إحنا بنعملها دائما يا هيك بزيت يا يخني القصص يا يخني. لا اليوم الموضوع شوي مختلف، هي رح تتفلفل بعد ما تنطبخ بالزيت. هلا أول إشي أنا مستخدم اليوم الفاصوليا البلدية أوكي. هيها اللي هي الفاصوليا العريضة حطيتها على النار تمام. هلا إحنا عم نعمل الفاصوليا بزيت أو لوبيا بزيت، بنحط كمية زيت زيتون كويسة، بنحط معاها الفاصوليا لتدبل، بنضيف البصل ثوم والبندورة وبنتركهم ينطبخوا. هلا الفاصوليا ما بتنزل سوائل كتير فمش غلط نحط لها شوية مي حلو عشان شوي، مش نسلقها سلق، زيت هي بالنهاية. أوكي. فأنا أول شيء عملته خليت الفاصوليا على النار لأنه الفاصوليا العريضة بتاخذ وقت شوي أطول من الفاصوليا الصغيرة، فبتحطوها على نار هذه زي ما حكيت لكم. بعد هيك ضفت لها البصلة اختصارا للوقت. بعدين رح اخذ الثوم المهروس، الفاصوليا بزيت لانه اليوم فلفلينها ببرغل بدنا كميه زيت كويسه، يعني انا حطيت نص كوب من زيت الزيتون معها أوكي. لانه البرغل بعشق زيت الزيتون ونفس الوصفه بقدر اعملها مع رز، يعني بقدر استخدم الرز تايجر البسمتي وافلفله معها طبيعي زي ما احنا متعودين. حلو. بعدين حطينا الثوم وحطينا البصل، رح اخذ زي كاني بطبخها بزيت عصير 3 4 حبات من البندوره، بس هيك لاني انا كنت موقته عشان ما ينحرقوا كان حرقوا الخبزات تمام، نقيمهم عشان اقدمهم. انا بحبهم شوي متحمشين. هو حلو يكونوا شوي يعني يطلعوا طعمهم كثير طيب عشان اقدمهم كلهم كصحن واحد احلاهم كمان تمام منظرهم. طعمهم كثير زاكي. هلا ايش حطينا هون؟ قلنا الفاصوليا، حطينا البصل، حطينا الثوم، استوت الفاصوليا امورها 100%. اخذنا عصير 3 4 مش عصير عفوا بندوره يا مفرومه ناعم يا مبشوره 3 4 حبات، معلقتين كبار من صلصة البندورة، ورح أخذ عليهم بهارات مشكلة أوكي. وملح وفلفل أسود، ملحاتي كمان من الكسيح كمية فيها البركة، وعندي فلفل أسود. أنا بدي أكتر فلفل أسود عشان أوكي. طعم البندورة والفاصوليا والبرغل كلهم بحبوا الفلفل الأسود تمام. هي حطينا كمية منيحة، أرجع أكتر ملح
حلو. يلي فوق مش هون نقول له يعني رح توصل وترجع بالسلامه، نقول له هيثم الحمد لله على السلامه. هيثم صحيح. كله مسافر، كله باجازات. بس اجازاتهم طولت ما شاء الله يعني. هيثم وين كنت؟ ما سالته، ما لحقت انا معه قبل الحلقه. انا بقول مختفي وين؟ مختفي طبعا. دللتك صاحبتي؟ خلنا ننام. دللتك بالتيكيتات ولا لا؟ خليته ياخذ التيكيتات عن طريق صاحبتي. ان شاء الله صاحبتك تكوتي. طيب خلينا بس على السريع يا علي، هي اخر ثانيه. انا شو بدي اعمل؟ بس بدي اتاكد انه البندوره بلشت تدبل معي. بعد هيك عندي برغل خشن، خلاص بس خلينا نتاكد انه بس دقيقتين دبلت كل شيء. عندي هون برغل خشن. اوكي. كل اللي عملته فقط غسلته البرغل. ما انا مصممه انه البرغل والفريكه من المكونات عشان تطلع مفلفله بطريقه حلوه. ارجوكم لا تنقعوها، بس اغسلوه بالمي واستخدموه. اوكي تمام. هلا الفريكه ممكن نفس الشيء تغسلوها الصبح وتتركوها مبلله، بس ما تنقعوها، بتفشفش وبتخبص معاكي بالطبخ. راح احطهم فوق الفاصوليا بزيت اللي عملناها. طبعا انا حطيت بديل مرق الدجاج عشان يعطي نكهه كثير لذيذه، لانه هي ما فيها بيقدروا يعملوها نباتيه. أوكي. تمام. من دون ولا بدون ولا شيء، هي بدون لحمه بدون دجاج، بس هي فيها مرق، بودره مرق الدجاج. اوكي بدي احطهم واحط فوقيها مي اغطي فقط البرغل. اوكي على القد. على القد بالضبط. هي شوفوا ما احلى الفاصوليا بزيت، هيك احنا بناكلها، احنا هيك بناكلها بالخبز. صح صح. بس انا ما بحب طعم البندوره يكون مبين ني، ببين بالاكل. بدها تنطبخ. فدايما بحب اطبخ البندوره شوي قبل ما اضيف يا رز يا مثلا هلا برغل. اوكي خلص، يعني رح نحط البرغل ونغمره بالمي على القد ونتركهم على النار مليون. اوكي اذا رح نطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، رجعنا لكم لحتى نكمل حلقتنا وصفاتنا لليوم. عملنا وصفات بتجنن، ولسه كمان اكيد لسه معنا وصفات، فكل اللي ما تابعونا من البدايه يفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال، بتلاقوا الحلقه موجوده لحتى تطبقوا معنا كل الوصفات خطوه بخطوه. وين وصلنا هلا؟ هلا انا ضفت بس البرغل، لانه قلت لكم حبيت اطبخ البندوره مع الفاصوليا شوي عشان طعمها يكون طيب. اوكي تمام. وهي لما تحطوا البندوره بصير فيها شويه يخنه شوي. اوكي فبعدين هلا بس اقلب، لانه البرغل لازم يتقلب دائما وابدا بالزيت، لازم صح. عشان يكون معانا مفلفل. هاي الاكله اللبنانيه على فكره، عشان تكونوا انتم عارفين، واموت عارف عليها بلبنان، بس انا اول مره حتى اعملها ببهار ونار تامه. يعني انا مش سامعه فيها بصراحه. تمام هلا خليني احط بقيت هو مي مغليه، ما بدي اغمره البرغل عشان يكون مفلفل واموره ممتازه، يدوب تبين طرف المي. صح. هلا بدي اتركه على نار عالي اول 4-5 دقائق، بعد هيك اخفف النار تمام واخليه تقريبا كمان 15 دقيقه زي ما بدا الرز. اوكي قبل ما اخلص بس انه احط الخبزات، بصير ناخذ الكيكه، لانه الكيكه طريقه تحضيرها كثير بسيطه. لا والله انا هاي الكيكه متحمسه عليها، لانه شكلها بجنن زي كانك جايبتها جاهزه، وبساعه واحده بتكون جاهزه وفيها بدائل كثير. انا بحب الوصفات اللي فيها بدائل كثير. صح 100%. دائما هيك مرات بزيد عنا اشياء، بزيد عنا اغراض، ممكن لو نتركهم رح يخربوا وينكبوا، فحلو نستغلهم بانه نعمل كيكه، نعمل وصفه سريعه. بس يعني ليش نكبهم؟ بلا بدك تكبي حليب مكثف محلى. لا هلا شوف، انا لا اذا خرب اذا خلص ركزي معي. انا لا يعني لسه قلنا البنات بتخمو اكثر، اغمسه تغميس بالخبز ولا اني اكبه. بس لا ما يعني مرات اشياء بننساها عن جد بالثلاجه بننساها. اسمعي دينا، مين بتجاوز الثاني اسرع، الرجل ولا المراه؟ المراه اكيد. انا برايي تتجاوز الرجل اسرع. انا برايي انه انا بحس لا يعني يعني ممكن تاخذ شوي وقتها، بس لا بعدين خلص ونس تجاوزت الموضوع لا رجوع. لحظه لحظه لازم اسال محمد. محمد عجبني الجواب. محمد في تجارب. ليش اكيد محمد؟ لا ان شاء الله. مين بتجاوز الثاني اكثر، المراه ام الرجل؟ مين بتجاوز الثاني اكثر اسرع؟ الزلمه اسرع بكثير صح. انا مع اسرع دليل على ذلك، رجل بس تموت مرته بتجوز.
وهو على القبر واللي عليه. لحظة 90% يا محمد 90%، خلينا نقول 10%. هلا بحكي لكم قصة حدا بعرفه حكوا لي اياها صحباتي انه عكس ذلك، اوكي، بس الاغلب بقول لك ما بقدر اعيش بلا مرة وكذا. المرأة بس يموت زوجها؟ لا طبعا، هي بتضل وفية طول العمر. يعني لو كان يعني عمرها 22 سنة 23 سنة خلص تقول لك الله يرحمه المرحوم كان كويس 100%. هي الله يرحمه المرحوم كان كويس، بس داعش عاد هو يمكن ما كان كويس، بس يعني خلص هي بتنسى كل شيء سيء. بس لا انا مش العكس، انا مع انه لا انسى شو بدات، انا بحكي بتجاوز الثاني اسرع، يعني بالطلاق او بالوفاه انا بشوف انه الرجل بتجاوز. هلا احكي لك شغله، انا بحس انا بالمحبه حكيت المراه بتتجاوز اسرع، يعني بتحب غيره عادي مش مشكله. لا شوف، انا اظن انه الطلاق غير الوفاه، لانه مثلا الوفاه هي بتكون انه يعني انه مش بايده الموضوع، يعني صار حادث اكيد هي زعلت عليه، يعني زعلت على هذا الحدث اللي صار. بس الطلاق بيكون من مشاكل وبتأذت مره وثلاثه، ولا تتجاوز غصب عنها بتتجاوز. والله ما كنت اطلع ما اروح، وهلا عايشه حياتي بتلاقي لها قصه عشان تتجاوز الموضوع. بتلاقي قصه وبتتجاوز الموضوع. بس انا بحس لا بالانفصال انا مصممه انه الرجل بتجاوز اسرع، حتى لو بيضل بحب القلب وكذلك في الوفاة. بس انا برايي بضل طول العمر متأذي. هو طول العمر. لا خدي ابدا مني. يعني ولا من اي جهه خدي مني انا. لا انا حكيت الحب، الرجل المراه بتتجاوز اسرع الحب. يعني حتى لو انفصلوا، حتى لو توفى، حتى كذا، الحب هي بتتجاوزه اسرع، هي بتعبر اكثر، عاطفيه اكثر، بتبكي، بتزعل، بتعمل كذا. يمكن تتجاوز الزعل بس اسرع. بس الحب انه الرجل بيضل يحبها حتى لو اتطلق، حتى لو توفت، حتى لو اتجوز غيرها وحب غيرها ونسيها ونسي كل تفاصيلها، بس في معزه في قلبه اكثر، هيك بحس. ما بعرف، صححوا لي. يمكن بتعرفي ليه؟ يمكن لانه هي المأزية، يعني هي بتكون انأذت منه مره ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، فبتوصل لمرحله خلص بطل في مشاعر، هو بكون ما انأذى يمكن منها. ممكن يعني هيك بالعاده. انا بحكي رح نحل الخلاف في الكيك اللي رح اعملها هلا. يلا بدي حليب صبايا على السريع. الله يخليكم. حليب يا مروه، هدول ايش؟ هدول مش حليب صح؟ لا هدول هذا لا هذا حليب والله مبلا. هيو صح، هي في حليب. اوكي للباونتي كيك السريعة رح نحتاج للطبقة الأولى كيكة شوكولاتة جاهزة، أما لطبقة الباونتي فرح نحتاج 3 أكواب جوز هند، نص كوب حليب مكثف محلى، ونص كوب حليب إنجوي. لطبقة شوكولاتة رح نحتاج كوب شوكولاتة وثلاث أرباع كوب كريمة حلويات أو قشطة. والله شو رايكم بمنظر الكيكه؟ انا كثير عجبني منظرها كثير. انا الصراحه ما ضل بس معي وقت، بالعاده بزيد كميه جوز الهند وبعمل فيهم كرات. أوكي. وبحطهم على الوجه من فوق. حلو. فبيطلعوا كثير مرتبين متكتكين، بس مع الاسف بعد ما حطيت جوز الهند تذكرت اني ما عملت هذا الحكي. مش مشكله بنعمله. طيب انا بحب الوصفات. هلا اديني يا شوب، قبل شوي نزلت، تذكروا الكيكه الحلى اللي مرتب المتكتك، انت كنتي معي بالحلى. طبعا اللي وقع، شفتي اللي وقعت عليك متكتك انت يا متكتك؟ لا متكتك، كل حدا بيقول لي ديره متكتكتها. نزلت لكم اياها الوصفه. هلا اديني كثير شوب، احنا بنحب ما نقعد كثير وقت في المطبخ. يعني انا حتى عندي فرن على البرنده عم بستخدمه عشان ما يشوب البيت اكثر. اوكي حلو. فبحب الاكلات او الحلويات البارده الخفيفه اللي ما بتاخذ وقت بالتحضير ولا جهد. هاي واحده من الحلويات الصبايا رح ينبسطوا عليها. لماذا؟ اوكي ليش نفسي افتح الجرر ولا المعلقه؟ انا لو سمحتوا يا مروه بدي 33 معلقه. انا هذا العدد اللي بستخدمه بالحلقه. فيعني كل حلقه يكون فيه 33 وحده لو سمحتوا. انا 6 معالق و7 معالق هي ما بتزبط ما معي. بتوفي ابدا. خلينا نقلي اللوزات على السيره. حطيت شويه زيت زيتون نقلي اللوزات. أوكي. مش راح تاخذ معنا وقت كثير البرغل، رغم ان انا حطيته هلا، بس ما راح ياخذ معي وقت كثير. اموره ممتازه زي ما حكيت لكم. هاي فكره كثير حديثه من الاكل، تقدر تستخدموا رز بدل البرغل. واكيد ارجع اذكر لكم رز تايجر بيربحكم اونصه من الذهب كل نهايه شهر. خذوا الكوبون الموجود جوا كيس الرز ودخلوه على صفحتهم لحتى ان شاء الله تفوزوا بايش بالأونصة ذهب او 100 دينار كل يوم. حلو. هلا نحكي عن هاي الكيكه. اسهل كيكه انا عملتها زماناتي قبل 4 سنين بالطريقه التقليديه، اللي هم بيطبخوا جوز الهند مع سميد مع حليب مع تفاصيل سكر. أوكي. اليوم لا، احنا شوي بدنا ناخذ شيء بسيط وسهل، ورح نعمل له طبقه شوكولاته كمان عملتها بطريقه انه حطي زيت وحطي كميه سكر كميه كاكاو كثير كبيره كل هذا الحكي. برضه اليوم ما رح نعمل هذا. حلو الحكي. يعني رح نعملها بطريقه اسهل جدا سهله جدا بسيطه، وتطلع معك تقولي تعبانه فيها ومكلفتك الشيء الفلاني، وهي كل ما اديرها كثير سهله. اول شيء يا بتجيبي الكيك الصغير
اللي هو مشتري هذا الكيك اللي مربع بدينار من أوكي. اي سوبر ماركت، اي نوع كيك عرفتوه، هذا الكيك الرول اي كيك اي نوع بتصفطيه طبقه اولى، او بتجيبي كيك من المخبز نصها بتستخدميه بتاكلوه والنص الثاني بتحطيه أوكي. عادي مفتفت زي ما هو كذا. انا مثلا عشان عندي الحلقه اليوم عملت الكيك الجاهز اللي هو اللي بتحطي ثلاث بيضات، كوب من المي وثلث الكوب من الزيت، قسمتهم اسمين، حلو اسم صار هون نص صار هون ونص الثاني هيهم للكيك الثانية عشان استخدمهم التنتين بالحلقة. حلو. فهي طبقة رقيقة جدا من الكيك او بسكوت الشاي، يعني يا بسكوت شاي يا كيك من المخبز يا كيك من السوبر ماركت، مش الكيك اللي حقها دينارين ونص، لا لا لا، جيبوا الكيك اللي حقها دينار قطعوها وحطوها تحت. المهم بدنا نحط طبقة كيك او طبقة بسكوت تحت، خلاص الوزارة امورهم تمام. تمام، هاي الطبقة الاولى نفترضها جاهزة، جو يا بسكوت يا كيك يا كيك الجاهز، كيك مفتت، كيك زيادة، اي شيء استثمري. عندي طبقة جوز الهند، انا بزماناتي طبختها مع سميد حليب سكر. اليوم الحياة شوي ابسط اسهل، عندي حليب مكثف محلى نص العلبة، نص العلبة اوكي، في احجام من بعد الماركات بيجي صغير أوكي. واذا ما بدك اصلا تشتري حليب مكثف محلى الوصفة كتير سهلة، اعمليها كمية كتير كبيرة بتبرك وحطيها، يعني استخدميها بالوصفة. راح اخذ نص كوب او نص العلبة من الحليب المكثف المحلى وعليها نص كوب من الحليب السائل. حلو. انا مستخدمه هون حليب انجوي، اخذت معلقه من حليب انجوي مع نص كوب من المي وخلطتهم مع بعض، صار عندي جاهز. حلو. نعمل منه الطبقه الثانيه، بس انا خليني اعملها بايدي عشان الجوز الهند بده خلط منيح، بده خلط كويس عشان يتشرب الحليب، لان هالمره انا مستخدمه حليب سائل برضو عشان اخفف عليكم الكلفه. مرة تانية شو حطيت؟ عملنا طبقة كيك أو جبنا كيك جاهز أو جبنا بسكوت الشاي، هنا حطيت نص كوب من الحليب المكثف المحلى وحطيت عليهم نص كوب من الحليب السائل. أوكي. حليب السائل أنا كيف بعمله؟ باخد حليب انجوي تمام، بدوبه مع شوية مي وبستخدمه عادي بكل وصفاتي. حلو. وقد ايه كمية جوز الهند بس عشان ما يطلع ناشف أكواب. أو كتير عندي ثلاث أكواب. لا هلأ كيف بدي أتأكد أنه أموره تمام؟ بس أضغط عليه هيك بحسه بتشكل بإيدي. أوكي. إذا حسيته بفرط مثلا مثل هيك، يا بيكون ناقصه حليب المكثف. أوكي. حليب العادي ما بمسكه، بدي حليب مكثف محلى. تمام، بس طلعي هيو خلاص أنا مسك معي زي هيك، شايفين هي موضوعه كتير سهل، نص كوب بنص كوب. هلا بدي أحطهم الطبقة الثانية. حلو. اوكي خليني اخلي شوي كميه، خليني ازين هدول عشان ازين هدول اصلا كميه كثيره. تمام، هي بدي احطهم وايش اعمل فيهم هلا؟ ارصهم كتير منيح. حلو. قبل ما احط الطبقه الاخيره، شوفوا رصوا عادي ما تقلقوا الكيكه لو انه انخفست معاكم، انخفست يعني ضعفت انفعصت مش عارفه اي شيء. ايش يا محمد؟ ما هي هيك عامله اسفنجيه بدها تهبط، ايش بدي احكي لها؟ اعطيني كلمه ثانيه. انفعصت. هبطت الكيكه. برافو صراحه. لا هي ما هبطت، لانها ما هبطت. هي ما هبطت؟ بس مش عارفه انتوا، المهم اظن فهمتوا علينا. ريحت الكيكه شوي، هلا بدنا ندور على ايش كلمه انخفصت. خليها انخفصت احلى. طيب انتوا استخدموا معلقه برضو اسهلكم، بس انا عشان انه طبقه جوز الهند، انا اسمعوا ممكن على طول اورجيكم اياها كيف رح تجهز بعد الفاصل. هلا هاي الطبقه صارت جاهزه. اوكي. طبقه كيك وطبقه جوز الهند. هلا الطبقه الاخيره عشان بس اسويها واحنا بالفاصل، علي بدهاش بس غير احطها في كاسرولا. رح اخذ كريمه حلويات سائله. أوكي. او قشطه. كريمه حلويات سائله او قشطه، عليهم نص كوب من، يعني عندي نص كوب او ثلاث ارباع الكوب من القشطه، يعني نخفف شوي كميه القشطه او الكريمه. أوكي. عن مقدار الشوكولاته. حلو. اذا عندي كوب من الشوكولاته بدي احط من نص كوب لثلاث ارباع الكوب. أوكي. انا بدي احط كوب وارفعهم على النار تمام. أوكي. عشان يدوبوا بالفاصل فقط. بس كوب كريمه او قشطه مع الشوكولاته وبندوبهم على النار. مليون بالمئة. اوكي اذا رح نطلع فاصل نرجع نكمل نشوف النتائج النهائيه، خليكم معنا.
رجعنا لكم، اهلا وسهلا فيكم بالجزء الاخير من حلقتنا لليوم لحتى نشوف النتائج النهائيه. تقريبا هاي الشوكولاته عم بتذوب، بدنا نشوف الكيكه وبدنا نشوف الفصول اللي عملتيها كمان. اسمع وصفات اليوم كثير حلوه، طعمها كثير زاكي، مثلا البرغل بالفاصوليا رح تنصدموا قد ايه طعمها زاكي. يعني هلا بعد وقتينا كالعادينا لانها بتذوب. بحب دابت معك يعني. طيب هي احنا هون حطينا كيكه، بعدين حطينا طبقه جوز الهند اللي كانت عباره عن 3 أكواب من جوز الهند، نص كوب من الحليب مكثف محلى ونص كوب من الحليب العادي. اوكي خلطتهم مع بعض، حطيتهم طبقه ثانيه وضغطت عليهم. بفضل عشان الشوكولاته ما تدخل جوا جوز الهند تحطيها بالفريزر ربع ساعه بس. شوفي انا الحمد لله ماسكه معي الطبقه كويسه لانه ماخذ المقادير الصح، بس انتم عشان تضمنوا انها ما تفوت معاكم الشوكولاته جوا جوز الهند دخلوها على الفريزر ربع ساعه، بتعطيكي نتيجه احسن، بتضلها طبقه ماسكه بطريقه كثير حلوه وما بتنزل الشوكولاته على الاطراف. أوكي. انا هون شو حطيت 3/4 كوب من القشطه او من كريمه الحلويات السائله مع كوب من الشوكولاته الخام، اي نوع انت بتعرفي انا بستخدم توداي دائما، انا الصراحه كثير بحبها. انا كثير تمام. نحطها الطبقه الثانيه، ما تخلوا الكريمه او القشطه تغلي عشان تاخذوا نتيجه كويسه. اتفقنا دابت صح؟ خلص هي نقطة بعد صغيرة ما تدوب. طيب شوفوا قوامها هيك، بحطها الطبقة الأخيرة طلعوا، ما لأنه عندي طبقة ماسكة الحمد لله، أنا حطيتها على فكرة بالفريزر بالفاصل بحب أقول لكم سريع. بس برضو مش هالوقت الكافي. تمام هيك بتصير الطبقة الثالثة. بس انا عندنا طبقه كيك او بسكوت بنقدر نستخدم بسكوت الدايجستيف عادي ونحطها مع زبده. الطبقه الثانيه كانت جوز الهند، الطبقه الثالثه كانت طبقه قناش الشوكولاته. على الثلاجه تقريبا ساعه واحده بس عشان طبقه القناش تمسك. هلا هي كل شيء فيها ماسك. اوكي بس بدنا طبقه القناش تمسك تصير جامده زي اللي انتم شايفينها اللي انا جايبتها جاهزه. حلو. ساعه واحده بتكون ماسكه، او بتحطوها بالفريزر ربع ساعه 20 دقيقه برضه بتكون جاهزه. الوصفة الأخيرة. الأخيرة هاي اللي منظرها أنا بحب كتير كتير. يعني شوفي الأكلات التقليدية البسيطة في كل بلدان العالم مش بس عنا. واحدة من هدول الأفكار قلت لكم هاي الوصفة اليوم، واحدة من الوصفات اللبنانية. أنا هلا بين لبنانية وبين تركية صح؟ إحنا بلاد الشام كتير بنتشابه مع بعض الأكلات. طلعوا بس البرغل بجننته عشان يضله مفلفل مرتب. الفاصوليا اللي مسكتها اللي هي الفاصوليا العريضه منظرها بيضل حلو مبين بالاكل بطريقه كثير حلوه. طلعوا كيف مفلفل بجنن. وانا بحس انا رح صراحه البرغل بزبط مع الوصفات اللي فيها بندوره كثير كثير. بحب البندوره لانه البرغل. برافو عليكي صح. اسم الله الطناجر هدول انا مستخدميتهم ما بلزق فيهم ولا شيء. هدول طناجر السيف. هدول الطناجر موجودين بشريط الذهبي. الشريط الذهبي عاملين خصومات 50% على كثير من الاشياء الموجوده عندهم، ودائما عندهم خصومات كثير حلوه. كثير بحب انكم تروحوا لعندهم، فرعهم موجود اكيد بالمقابلين، حتى تاخذوا كل اشياء البيت اللي انتم بتحبوها. دائما بحاول استخدم افكار وتفاصيل حلوه، ولكن لما تروحوا على المكان في تفاصيل كثير احنا ما بنستخدمها بالبرنامج ولكن موجوده عندهم. صح تمام صح تمام. البرغلات بدهم يكونوا مفلفلين بهالطريقه الحلوه. انكم ما تغمروه بالمي اهم شيء. يا دوب يبين طرف البرغل بوقف سكب مي. تمام. لا تنسوا انه احنا حطينا البندوره، فالبندوره امورها تمام بتعطيها نكهه حلوه. على فكره من التعليقات اللي اجت اليوم بس انا ما لحقت اقرا انه بدنا وصفه بلا دجاج ولا لحمه، فهيك هيك اجت لحالها هاي الوصفه. صح اليوم صح مليون بالمية. اللي بحب يعمل وصفات بلا دجاج ولحمه بده يخفف، عنده مشاكل صحيه ما بده كمان انه يكثر دجاج ولحمه بالاكل، فهاي واحدة من الوصفات اللي احنا بنحب نعملها سهله وسريعه وكثير طيبه. ممكن غيرنا عملنا وصفه جديده مليون بالمية. تمام يا علي خلص هيو هيك. واسمعي وبتزبط. الحلو فيها كمان انها بتزبط العزيمه. صح طبعا. وتغيير عن مبدا الرز اللي احنا متعودين عليه دائما. هذا الحلو في الموضوع، ما اني انا بعشق الرز وبشوف انه احنا بلد او شعب بنحب الرز كثير. صح بس برضه حلو التغيير. حلو كمان الواحد يغير مرات. البرغل كمان انا صراحه يعني كثير صاير احبه بالاكل واخف طبعا. خفيف للناس اللي عامله رجيم بيكون اخف وبنفش بالمعده اكثر، خصوصا انه في برغل الاسود اللي هو من القمح برضه فكرته حلوه. صح 100%. تمام هيك خلصنا وصفاتنا اليوم. شوفوا خلصت لكم على الوقت لانه خففنا فواصل. اليوم لازم يعطونا جائزه. ما انا شو اعمل والله خلصت على الوقت انا. لا هيني خلصت. في اي تعقيب لاي كلام اليوم؟ لا كل امورنا أكمل. تمام خلصنا على الوقت، تحدثنا شوي صحيح مش كثير يعني بس انه يلا ماشي الحال، حكينا شوي
وصفتنا خلصت على الوقت، فأظن أنه وياك بدنا جائزة اليوم. صح؟ أنا والله كنت قاعدة مع طارق وقيس، بس ما حدا بقدر. أرجوكم عشان فواصلنا شوي طويلة، ومفروض هلأ أمورنا تمام، ما رح نغيب عنكم كتير بالفواصل. يعني أنا دائما باخد إيش ببعتولي، ودائما بحاول أرض الكل الصراحة دائما. طيب بدنا نقول اللي هو برغل بالفاصوليا، واحدة من الأفكار الجديدة، وأرجع أذكركم اليوم شو عملنا، اللي هو هذا أنتم شايفينه، هو برغل بالفاصوليا والبندورة بطريقة كتير حلوة، طعمه كتير زاكي. عملنا دجاجة تيكا على الطريقة الهندية هالمرة بتتبيلة مختلفة، وشويناه من غير ورق فويل أو من غير ما نغطيه، وعملنا الكيك اللذيذة السريعة هاي اللي هي كيكة الباونتي، كتير طعمها زاكي وكتير طريقة تحضيرها سهلة. يعني صراحة كل وصفات بتجنن، عن جد خرج عزيمة إن إذا بتعملي كل هدول الوصفات العزيمة خلص تكون أمورك تمام. شوفوا إحنا خلصناهم بوقت كتير سريع وكتير سهلين، فمثل العادة يعطيك ألف عافية شيف امتياز، ويعطيكم كلكم العافية، إن شاء الله تكونوا حضرتونا وتابعتونا وحبت الحلقة. وللي ما حضرونا كمان حلقتنا لسه موجودين عبر صفحاتنا على الفيسبوك. بكرة حلقة جديدة من بهار ونار، تابعونا. باي باي.